ملك الكلام عشان القلب فيه كتابة، جمهوره ناس مننا عالفطرة وغلابة، شاعر وقلبه رصيف يقعد عليه البشر، وله في قلب الناس كام ذكرى متساب. أنا آخر بيت في الحارة السد، الحارة اللي عيالها يا سيدي كانوا أشقى عيال على وجه الأرض. أولها تلاقي أم تريزة، وقصادها الحج غريب زنة أبو أحسن دكتور في الوراق. الحارة اللي في عز ألمها كانت تتوجع أخلاق، الحارة اللي بيوتها قديمة لكن في الشدة بتسند بعض، لو مالت حيطة على التانية تلاقيها في ثانية تقويها وتسد حاجتها وتحميها. ما هو كل بيوت الحارة أخوات، ومفيش مسافات، الفرح بيدخل من باب فيزور الكل، الجرح يلاقي الأحباب فبيضعف وبسرعة يقل. سامح، انت ليه اخترت تكون شاعر؟ لا، هو اخترت اكون شاعر، محدش بيختار ان هو يكون شاعر. الشعر دوت موهبة من عند ربنا، بس الانسان لما بيحس ان عنده ملكة بيسعى ان هو يطورها وان هو يتعلمها ويتقنها عشان يكون لسان حال بعض الناس اللي ما بتقدرش تعبر عن اللي جواها وتخرج احاسيسها ومشاعرها وافراحها واحزانها وهمومها. امتى حسيت ان الكلام حلو؟ والله حسيت ان الكلام حلو من خلال تعليقات اصدقائي والمحبين ليا، من خلال تاثر الناس بيه. لما اكتب قصيده معينه وابتدي القيها على الناس او اسمعها لحد ما تغير موده، يعني لو بتكلم في قصيده حزن لما هو يكون عادي انسان طبيعي يحزن او يزعل او يعيط او يدمع، حسيت ان فعلا الكلام اللي انا بكتبه ده في صدق وممكن يكون ليه تاثير على الناس. مين من اهلك او اصحابك لما سمعك قال لك لا والله يا سامح لازم تكمل في الموضوع ده، شجعك ولا ما حدش اهتم وقالوا لك خد بالك من صنعتك؟ وما من ضمن الناس والدتي، وكان ليا اصحاب محمد رضوان وشريف ووائل خليفه، الناس ديت هي اول ناس سمعت بعض الخواطر، ما كانتش حاجه شعر، فقالوا انت ممكن فعلا الكلام دوت يبقى حاجه، فبداوا يشجعوني لا دوس اتعلم اقرا. مين علمك يا سامي؟ الشعر والقافيه والعوارض طيب. الشعر بدا معايا من المطعم. كان في جريدة الأهرام المسائي كانت بتنزل صفحتين في العدد الأسبوعي بتاعها اسمهم بستان الزهور، دول كنا فيهم قصائد وخواطر وأشعار، فأنا وأنا بقطع الجرايد، زمان إحنا كنا بنشتغل في الجرايد قبل الورق الأبيض وقبل الأطباق الفويل والحاجات دي، فكنت وأنا بقطع الورق عيني تقع على الحاجات دي فأقراها فأحبها، الكلام ده في إعدادية، فبدأت آخد أحتفظ بالورق بتاع الجرايد ده وأروح بيه، أما أروح أبتدي أنقله في أجندة أنقل لحد ما حسيت تنقل القصايد اللي في بستان الزهور دي في أجندة. فلقيت نفسي بكتب حاجات شبه اللي أنا بنقله. طب والدك كان برضو فوال صح؟ طيب ما يقولكش، وصاحب المكان ما يقولكش أنت بتعمل إيه يا ابني؟ دايما كان بيزعقلي، يعني مثلا إيه أما الموضوع اتطور شوية بدأت أكتب ممكن وأنا واقف فجيني فكرة معينة فأنا بسرح فيها أو ببتدي أكتب، ففي زباين واقفة فهو ابتدي يا عم سيب اللي في ايدك وخد بالك من الناس، يا عم ماشي الزمان، يا عم الناس هتتاخر، يا عم الناس بتمشي، الى ان الموضوع مشي وعملت اول ديوان، وطبعا كان هو لازم يحضر فيه وحضر وشاف شعراء مصر وشاف شعراء كبار قاعدين على المنصه والدكتور بيناقش الديوان بتاعي، فحس ان اللي انا كنت بعمله في الوقت اللي هو بيزعق لي فيه حاجه كويسه وحاجه مهمه، من ساعتها بقى ما بقاش لا يزعق ولا يتكلم، وكنت فاهم الموضوع يعني.